أهالي حمص الهاربين من بطش النظام وهول أسلحته، منهم من نزح إلى منطقة القلمون دون علم بما ينتظرهم من صعوبة الحياة في ظل شتاء لم يعتادوا عليه في مناطقهم. 16 حاجز كان عم يضربوا علينا نسق النظام وعدو الله، ما فينا نقول حزب الله. جبالا تغطيها الثلوج وبرد قارس لا يمكن للأمهات مواجهته بأغطية رقيقة لتدفئ أطفالها، ووسائل تدفئة يحصل عليها النازحون تعتمد على الكهرباء التي باتت حلم في معظم المناطق السورية، ما جعلهم يلجؤون إلى ما تجمعه أيديهم من الحطب. من كتر ما صار التلج صار يضرب علينا من الشبابيك، صار على السداج مي، انطعنا من البرد، لا في لا مازوت لا صوبيا لا كهرباء لا دفايات لا شيء ولا شيء، يعني حرامات ما في. نتغطى هيك مع بعضنا، نحط هيك اولادي، احط واحد من هون واحد من هون وحتى يدفى. قليل من المنظمات تنظر إلى معاناة النازحين واحتياجاتهم، مما جعل النزوح ليس بالخيار السهل لما يواجهون من العوز والقلة، ويعاني أطفالهم البرد والمرض بعد أن كثرت أعدادهم وقلت إعاناتهم. كثيرا ما يتذكر المرء إخوانه المهجرين، فيعجز القلب عن صيد الخواطر، ويحتار العقل في ترتيب العبارات، ويتلعثم اللسان عن صيد الكلمات، فمن منا سيرتدي ثوب الرحمة بهؤلاء؟ والله خير الراحمين. في الله بياخذ الحق، في الله بياخذ الحق. أبو محمد علي، القلمون.